السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولن أعداءهم. في هذه الحلقة ستشاهدون كيف حرف أهل السقيفة كلام عالمهم الكبير العجلي، وحذفوا من كتابه عبارة خطيرة وهي أن قاتل الحسين ثقة. لنشاهد أولا ماذا قال العجلي من كتاب تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال في المجلد السابع صفحة 82 في ترجمة عمرو بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو حفص. قال العجلي: روى عن أبيه أحاديث وهو الذي قتل الحسين وهو تابعي ثقة. ما شاء الله، الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام ثقة عندهم. إلى هنا انتهى كلام العجلي. الآن سنذهب إلى كتاب العجلي ونرى هل هذا الكلام موجود في كتابه أم تلاعبوا فيه. ثقات للعجلي في صفحة 357 في ترجمة عمرو بن سعد بن أبي وقاص يقول: كان يروي عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه وهو الذي قتل الحسين. ماذا فعلوا هنا؟ حذفوا عبارة وهو تابعي ثقة. شاهدوا معي كما تشاهدون، قاموا بالتلاعب والتحريف في كتاب العجلي وحذفوا عبارة تابعي ثقة. فيا عباد الله، كيف يكون ثقة من يقتل الإمام الحسين عليه السلام؟ ولماذا حذفوا هذه العبارة؟ شاهدتم كيف يتلاعبون بأقوال علمائهم ليحافظوا على نهجهم الناصب الواضح والفاضح؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ففي كتب أهل السنة نتحدى أن يكون هناك تحريف في كتاب ويقبله أهل السنة، بل إذا حدث تحريف في كتب أهل السنة ألقينا الكتب في وجه من قدمها لنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.